تربص المهندسين المتخصصين في الإعلام الآلي على مستوى المكاتب المستحدثة على مستوى البلديات النموذجية في استخراج بطاقات التعريف وجوازات السفر بيومترية ينتهي الاثنين حسب البيان الذي أرسلته وزارة الداخلية والجماعات المحلية للأميال، ليتم بعدها تحديد تاريخ انطلاق العملية على مستوى البلديات. في كل بلدية كاين مكتب واحد pour la délivrance du passeport biométrique et de la carte nationale d'identité. هنا كي جاتنا التعليمة هذه حوالي 20 يوم نقولوا البلدية ما كانت جاهزة ولا عندها لي موايان في لي بيرو. مي الحمد لله انا للدوق نقول لك رانا موجدين روحنا. اليوم كي راكم معايا اليوم بيسكم tous les ingénieurs en informatique ont été invités à une dernière formation pour la journée. انا نقول d'ici demain on aura une nouvelle information quand est-ce qu'on commence. عملية استخراج بطاقات التعريف وجوازات السفر البيومترية من المرتقب أن تشهد اكتظاظا خلال هذه السنة على مستوى البلديات. العام الأول يكون الضغط. Si on va investir, imaginez deux, trois bureaux, on va dire qu'est-ce qu'on va en faire. نعم مكتب واحد أنا نظن كافي. المواطنون من جهتهم استحسنوا العملية في الوقت الذي فضل الكثير منهم التريث في استخراج جواز السفر البيومتري لغاية انطلاق العمليات على مستوى البلديات. حاجة مليحة هكذا تنقص علينا ونقص على الشعب ما يكونش الغاشي وبيان. ما دارونا حاجة مليحة لينا في الاستخراج جواز سفر وبطاقة تعريف. هكذا حاجة مليحة لينا نروحوا خير كنا في الدائرة كنا ميزين دوكا الحمد لله دوكا هكذا نتهنى وما كانش غاشي. الحاجة اللي دارتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية حاجة مليحة كي بدلت استخراج جواز سفر وبطاقة التعريف الوطني من الدائرة البلدية نقصت شوية على الشعب من حيث الضغط اللي راهو صاري في الدائرة وسهلت الأمور باش كل واحد يتوجه للبلدية ديالو. تبقى هذه الإجراءات التسهيلية وسيلة لتخفيف الغبن على المواطنين في انتظار تعميمها على باقي البلديات.